بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة. الكل متشعبط فيك يا أهلي، وكلام واجب التأجيل. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في الحلقة 859 لقاء الاثنين من ملك وكتابة، بيشعلق فيها المهندس عادل من أولها. كل واحد عايز يسوق نفسه بيتشعبط في الأهلي، يتشعبط اللي بيغازل الأهلي يتشعبط في الأهلي، لكن الأخطر من كده اللي عايز يعمل مكاسب في حتة تانية لازم يهاجم الأهلي، ولازم يلقع على الأهلي، ولازم يجيب سيرة الأهلي، حتى لو كان الأمر 100% يخص مكان آخر مش ما يخصش الأهلي. ولكن تكتشف أن الأهلي هو مادة التسويق عشان كله ينجح. أنا هقول لك حاجة، أنا هأجل الكلام في الموضوع ده إلى أن تنتهي انتخابات نادي الزمالك، مش عايزين نقحم نفسنا في هذا الأمر، وندع كل واحد يلجأ للأسلوب اللي يتصور إن فيه مصلحته. لكن مش معنى كده إن مش هنرد على ما يجب الرد عليه. لكن وجب التأجيل؟ وجب التأجيل عشان ما حدش يقول لك أنت، لا إحنا بعيد خالص. اتفضلوا خدوا راحتكم، بس لن اعود. ده كلام مهم جدا، لانه فعلا وجب التاجيل على اساس كل واحد يرتب اوراقه زي ما هو شايف، لكن الزج بالاهلي ومحاوله التحرش ومحاوله المزايده ومحاوله اثاره نعرات كثيره جدا اعتقد كلها مزايدات انتخابيه، ليس هذا موعد مناقشتها، لكن ده موعد استعراض أبرز العناوين. إمام السالك وفى بركة اللايك، قرعة المجموعات في بطول في يوم الانتصارات، الفارس الأحمر وأرقام قياسية جديدة، أكتوبر شهر الانتصار والتحديات الأهلوية، من زغلول شلبي لمهزلة بطيشة، الصحافة فين؟ مين بيلعب مع مين؟ مش عارف. وياد الأهلي تضرب في برازافيل، وعشان كده هو الأهلي، لكن العقد بينا حب وليس ورقة وقلم. العدالة في قفص الاتهام، وأخيرا بل نحن الصم البكم. النهاردة الأهلي استأنف تدريباته استعدادا لمباراة إنبي مساء الأربع إن شاء الله، وبكرة الفريق يستكمل تدريباته ويخش المعسكر استعدادا لمباراة نصف نهائي كأس مصر القديمة نسخة العام الماضي اللي وصل للنصف النهائي فيها الأهلي وإنبي، كما وصل أيضا الزمالك وبيراميدز وتأجلت هذه المباراة، لكنه مباراة الأهلي وإنبي الحقيقة فيها حذر شديد من قبل مارسيل كولر، وفيها كمان ترتيبات خاصة واستعدادات وتركيز من جانب إنبي، لأنه كمان المباراة مش بس مؤهلة لنهائي الكاس، لا بالنسبة لإنبي فاصلة في مشوار التأهل لبطولة السوبر. وفقا لنظام البطولة الأهلي لو بإذن الله كسب إنبي وراح الفاينل، خلاص إنبي انتهت فرصته في المشاركة في بطولة السوبر النخبة، وأصبحت الفرصة متاحة للرابع الدوري هناك منطق، وهو فريق فيوتشر. وإن كان هناك منطق أطلقه أيمن بيه الشريعي رئيس مجلس إدارة شركة إنبي والمسؤول عن الكرة، وقال منطق ويعني سمعته يعني وهو في أكثر من فضائية، بيقول أنا إزاي أبقى أنا أقصيت فيوتشر في الكاس وأنا ما يتعملش حساب على الأقل إن أنا مين اللي يشترك فينا. طبعا مؤكد إن، وهنا يأتي دور اللوائح، لما بنقول اللائحة يجب أن تسبق الحدث ما تفسروش بعد ما يحصل، كنا عايزين نتجنب مثل هذه الإشكالات. اللائحة عندما تكون واضحة من بدري يبقى ما حدش يقدر يقول الجمله دي، يبقى هيتقال لا احنا بنتكلم على
ثالث الدوري، لان الزمالك عنده هو ثالث الدوري ومعاقب. ومعاقب، فهناخد حد مكانه. لوائح ترد، او اذا كان انبي له حق حد يطلع ناقشه بالمنطق ويرد. عشان هو الاتحاد رد، الاتحاد رد في بيان وقال رقم واحد بطولة الكاس ملهاش ترتيب، الأربعة راحوا السيمي فاينال مع بعض، فبالتالي مين أول ومين تاني ومين تالت ومين رابع مش موجودة. هو ما بيقولش كده، ده أنا أقصيتك. لا ما هو أقصاها في بطولة تانية. ما هو مش فاهمني يعني. هو طبعا أنا مش بأيد وجهة نظر على ضد حد، أنا بقول يعني من هنا ورايح يا جماعة أهمية إن اللوائح تسبق الأحداث. هو ده كان لازم أن يكون، بمجرد ما قعدوا مع الشركة الراعية واتفقوا كرابطه على ان هم يعملوا دوري للسوبر رباعي، وانها تبقى دوره رباعيه بدل بطل الدوري ضد بطل الكاس، كان لازم يبقى فيه لائحه تعلن وترسل للانديه اللي ليها حق التاهل، ويتقال انت بتلعب بطل الدوري وبطل الكاس وبتاخد كمان بطل كاس الرابطه، الثلاثه بيضاف اليهم ثالث الدوري. هنا الاشكاليه اللي حصلت فين؟ حصل تكرار انه الاهلي بطل الدوري وعنده فرصه كبيره في الكاس، بيراميدز تاني الدوري فزي الاهلي ضامن المشاركه في السوبر وعنده فرصه كامله في الكاس لانه وصل للسيمي فاينل، الزمالك عنده فرصه في الكاس لكنه معاقب لانسحابه من البطوله الاخيره، فاصبحت النسخه ديت ليها حاجات كتيره متشابكه ومتداخله نظرا للتكرار. اتمنى انه فعلا زي ما المهندس عادل بيقول انتوا استقريتوا على ان هي تبقى بطوله رباعيه، خلاص يبقى من الان فصاعدا ليها لائحه معلنه وثابته، وزي اي لائحه لاي بطوله، زي ما انت عندك لائحه الدوري ولائحه الكاس ولائحه كاس الرابطه، يبقى عندك لائحه لبطوله دوري السوبر زي ما انت بتسميه سوبر الابطال. لغط اخر اثير على تعليق الاستاذ عامر حسين انه بيقول هنعتبر الزمالك اعتذر عشان كده هتوقف سنه مش هتوقف سنتين طبقا للائحه ايا كان. خلاص يعني لا ده كان مش ايا كان، لانه هنا في نقطه يا جماعه، هو ايه الاعتذار وايه الانسحاب؟ هي مش الفاظ عاطفيه، لا هي حالات. هي انت قلت لو انسحبت، الانسحاب معناها ان انت رفضت المشاركه بعد اجراء القرعه وفي وقت متاخر، والاعتذار ان انت اعتذرت بشكل قال لك قبلها ب 10 ايام. طيب الزمالك لو رجعتوا بالذاكرة أعلن رفضه المشاركة في مباراة الأهلي بسبب كهرباء قبل المباراة ب 72 ساعة، يبقى مش المعنى في الاعتذار أو الانسحاب إن قال سوري أنا مش همشي فكده اعتبر معتذر، أو قال روحوا أنا مش جاي معاكم، أو الاعتذار أصلا زي مثلا بطولة الرابطة، عشان الناس هتقول لك أنت أول ما جت النظام البطولة الغير ملزم قلت مش هشارك فيه. لا وهنا في عقوبه وهنا ما فيش عقوبه بصرف النظر حتى لو في عقوبه. طب انت مش هشارك في البطوله دي، لو انت بتقول اللي مش هيشارك في البطوله عليه عقوبه خلاص تنفذ عقوبه. لا انما انا بعد النظام ما يستقر والاطراف تتحدد ما ينفعش الانسحاب، ما يبقاش اسمه اعتذار الا لاسباب قهريه لا قدر الله، يعني يقدرها اولو الامر. يعني بعيدا عن الالفاظ العاطفيه هو اعتذار او انسحاب، اتمنى ان اللائحه بتاعتنا محدده بقى، تبقى محدده بمده زمنيه، مين اعلن يعني قول اسبوع قول 10 ايام قول 3 ايام قول المده اللي انت تحددها، الفريق اللي يعلن عدم مشاركته قبل مده اقصاها كذا يعتبر منسحب او يعتبر معتذر، يعني فسر هذا اللفظ بدل التوهان، لانه الفرق في العقوبتين كبير مضاعف، بدل ما بتغربوا 500,000 بتغربوا مليون، وبدل ما بتحرموا مره بتحرموا تاني مره. النقطه الثانيه الملتبسه برضو في اللائحه واللي المفروض ينص عليها، هو الفريق المعاقب يعاقب سنه طبيعيه في البطوله التاليه ولا حال تاهله. يعني انا دلوقتي لو نادي الزمالك ما تأهلش في الكاس، دي نقطة تانية، الزمالك ما تأهلش في الكاس فأصبح مش ما عندوش حق المشاركة، ما هواش بطل الكاس ولا وصيف الكاس، فأنت كده عاقبته بصفته إيه؟ أنت عاقبته بصفته إيه؟ عاقبته واحد ما عاقبته واحد مش موجود،
انت كده ما فعلتش العقوبه، لان هو ما كانش من حقه يشارك فحرمته منه تنفيذا للعقوبه. فالمفروض يضاف في اللائحه يحرم سنه من المشاركه حال تاهله ليها. والله اتاهل السنه الجايه، اتاهل اللي بعديها، اتاهل اللي بعد اللي بعديها. وارد جدا انه المعتذر ده يكون فريق محدش هيشوفه ده اذا في كنا بنسعى الى اقرار نظام. انما لو كنا بنسعى الى يعني تفسير وتبرير قرارات قرارات هتبقى ماشيه بالطريقه اللي فيها كل علامات الاستفهام اللي قلناها دي. طيب في التمرين كمان رضا سليم الجناح المغربي ونجم الاهلي اللي كشف عن قدراته بدري كان عنده اصابه بكدنه في الركبه، غاب على اثرها عن التدريب في الفتره اللي فاتت، وكان ملوش حق المشاركه في المباراه الافريقيه لانه موقوف من مباراتين قضى منهم مباراه وهو موجود مع الجيش الملكي، والمباراه كانت الثانيه للاهلي مع سان جورج مباراه الذهاب، ما شاركش في الذهاب والعوده لاستكمال برنامجه العلاجي، اصبح جاهز للمشاركه في مباراه ام بي ان شاء الله. الاهلي النهارده بيعلن عن صفقه جديده وقويه لتدعيم فريق الكره الطايره، وبيعلن الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي عن التعاقد مع سيف عابد لاعب الكره الطايره بنادي الزمالك والمنتخب الوطني، واللاعب اوضح انه وقع على عقود الانضمام للاهلي لمده 4 سنين في اطار تدعيم الفريق. قال سيف عابد في تصريحات له انه لم يتردد ابدا في الموافقه على عرض النادي الاهلي اللي فضله على عدد من العروض الاجنبيه خارجيا وخليجيا لرغبته في كتابه تاريخ جديد له مع اللعبه زي ما قال، وقال انه التواجد مع الاهلي شرف كبير لاي لاعب لانه النادي الافضل في مصر وافريقيا. قال ان انا تلقيت رسائل دعم من الجميع حتى من العب في نفس مراكزهم، وقال ان الامر ده بيمثل لي كتير جدا. الحقيقه وقف كمان عنده جزئيه انه النجم الكبير احمد صلاح كان اول من استشاره عشان ينتقل للاهلي، رحب بيه وقال انا بصراحه يعني احمد صلاح ده مثلي الاعلى، من وانا صغير ببص لاحمد صلاح ان هو اسطوره في الكره الطايره، فان انا اكون جاي العب في نفس المركز اللي بيلعب فيه صلاح ويرحب بيا ويقدمني ويدعمني، دي كانت مساله مهمه جدا عندي. اهلا باي وافد جديد الى النادي الاهلي، نتمنى ان نرجئ التهاني الى بعد ظهور يعني بالشكل اللي احنا متوقعينه باذن الله، يشعر ان الاهلي اضاف اليه ويضيف الى الاهلي. واصل خريطه الكره الطايره على مستوى الرجال والسيدات عشان اللي بيقول لك الاهلي ونعود، المهم يعني شهدت تغييرات كثيره جدا نتيجه الخريطه، الانتقالات شهدت يعني على مستوى الرجال والسيدات انتقالات ما كانش حد يتخيلها من سنتين، مين يجيب على الاهلي ويروح للمنافس والعكس. فدعونا ننظر، لان حتى على مستوى الجهاز الفني هناك تغيير في مدرب اجنبي في يعني الكابتن حمدي الصافي، اعتقد انه هو اللي المدرب العام معاه او بيعاونه، في تدعيمات جديده وفي ناشئين بيتم تصعيدهم وفي صاعدين تم ترسيخ اقدامهم. ايوه فدعنا ننتظر، يعني عايزين نستمتع تاني فرقه الاهلي المسيطره والمهيمنه. طيب في الكره الطايره كمان، لانه سيف عابد كان واحد من النجوم المتالقه مع المنتخب الوطني في التصفيات الدورة الأولمبية، الحقيقة منتخب مصر عمل يا جماعة ريمونتادا غير طبيعية. بيلعب في اليابان قدام أصحاب الأرض، بيخسر الشوط الأول 25-14 وبيخسر الشوط الثاني 25-10. اللي يشوف نتيجة الشوطين يقول لك ده فريق رمى الفوطة، واليابانيين بدأوا يحتفلوا. وإذا بمنتخب مصر بروح الفراعنة العنيدة العجيبة يقوم كسبان الشوط الثالث 25-23 والشوط الرابع 25-23 ويلعب شوط فاصل ياخده 15-10. بصوا من فريق مغلوب اول شوطين 25-10 و25-14 لياخد شوطين 25-23 وياخد الشوط الفاصل كمان.
اعتقد دي يعني روح عاليه جدا يا باشمهندس. اللقطه اللي عندنا على الشاشه دلوقتي يا استاذ ابراهيم للخبر اللي انت كنت عايز تنهي بيه. لا ده الصم البكم ده لسه هنتكلم فيه. انا بكلمكم على الكره الطايره والفوز اللي حصل، لانه منتخب مصر هيلعب مع صربيا يوم الثلاثاء ان شاء الله في الجوله الثالثه الساعه 7 مساء. التصفيات مؤهله لباريس 24 خلال الفتره من 30 سبتمبر حتى 8 اكتوبر. منتخب مصر بيلعب في المجموعه اللي فيها اليابان وامريكا وسلوفينيا وصربيا وتركيا وتونس وفنلندا، وبيتاهل اول وثاني كل مجموعه من هذه المجموعات. رابطة الأندية المحترفة إدارة المسابقات بقى في كرة القدم عملت مجموعة عقوبات، لكن اللافت فيها إنه في عقوبات على العناصر اللي بتثير مشاكل لكنها في الأجهزة الفنية غير مؤثرة. يعني مباراة الإسماعيلي والاتحاد أكتر عنصر أثار مشكلة عامل أوضة ملابس الإسماعيلي، إلى درجة إنه اتوقف لنهايه الدور الاول، لانه في نهايه الدور الثاني السنه اللي فاتت كان واخد نفس العقوبه. فايه الاجهزه الفنيه اللي بتحط عناصر؟ يعني هو برضه كان معاقب لنفس السبب؟ دائم لاثاره المشاكل، فيتوقف لنهايه الدور الاول. هل الاجهزه الفنيه بتدفع بهذه العناصر لاثاره المشاكل؟ يعني كمان عوقب في نادي الزمالك المترجم بتاع اوزوريو، انه امين عمر كتب انه الراجل شتم الحكم الرابع باين ولا تلفظ على الحكام واساء اليهم في مباراه الزمالك والمقاولين، فخد عقوبه 4 ماتشات. ايه فكره يا باشمهندس ان العناصر يعني ما بين مره مترجم ومره عامل اوضه اللبس؟ بص يا استاذ ابراهيم، لازم الامور ترجع تاني تحت السيطره. ايوه يعني لازم يبقى في حد مسيطر على الاجهزه الفنيه والاداريه داخل الملعب. ايوه اول حاجه لازم الاتحاد يحكم عملية مين اللي من حقه يتواجد في الملعب بمنتهى الصرامة، لأن قبل كده كان في أعتقد عقوبة على الكابتن مدحت عبد الهادي ولقيناه في المباراة التالية. أي نمرة 2، ده واجب الأجهزة، وأنا بقول كده وقد يحدث الأمر في النادي الأهلي لا قدر الله بقى ما تحصلش يعني. أي فبقول يعني حتى لو حصلت مش هيبقى صح. أيوه. ان الاجهزه بالذات المعاونه يبقى لها تاثير سلبي على مجريات، لان انت لما بتبتدي بتفتعل شغب او اشكاليه ممكن جدا تستدرج لاعب انه توقف. ايوه يعني هو انت لما يحصل شغب ويحصل لغط وتبص تلاقي اللعبه جريت وبقت في دائره الاحداث. ايوه ممكن لعيب يتوقف لك. ايوه بسبب اداري قاعد بره، واللي اتكرر منه الامر ده لازم الانديه تراجع هذا الامر لانه بيضرها. أي. حتى لو قلت لي 20,000 جنيه ما هو معاه 20,000 جنيه يدفعهم او هو اللي هيدفعهم او لازم يدفعهم بالضبط. يعني تبقى العقوبه شخصيه. اي فانا اتمنى ان احنا كلنا يعني نخلي بالنا ان سلوكيات الاجهزه المعاونه تبقى على قدر المسؤولية. طيب روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني اللي بينتظر منه انه يعلن قائمة المنتخب للمعسكر اللي جاي، المعسكر اللي هيكون في ابو ظبي في مدينة العين اللي هيأدي خلاله المنتخب مباراتين مع زامبيا يوم 12 والجزائر يوم 16 في فترة الأجندة الدولية الحقيقة اللي ضاغطة جدا على الأهلي وعلى الأندية المشاركة في السوبر الأفريقي، دور السوبر الأفريقي اللي هيبدأ 20 الشهر الحالي في دار السلام بتنزانيا بين الاهلي وسيمبا، عنده مشكله حقيقيه نتيجه هذا التلاحم مع الاجنده الدوليه، والنادي الاهلي واقع في مطب كبير بشان اللعيبه الدوليين. روي فيتوريا اللي حتى الان لم يعلن اللاعبين المصريين المختارين، هو اكتفى باعلان ال 11 لاعب المحترف في الخارج، لكنه تحدث الحقيقه عن استعدادات المنتخب الوطني للفتره اللي جايه، وقال انه قال ان انا بالنسبه شايف انه الجيل الحالي من لعيبه المنتخب الوطني اللي خسروا مباراتين في نهائي كاس الامم الافريقيه ورا بعض، قال ان ده ممكن يكون امر ايجابي لتحفيز ورفع الدوافع عند اللعيبه العازمه على انها تكتب تاريخ جديد ليها.
قال ان احنا هنحاول صناعه مزيج بين لاعبين جدد واخرين عندهم خبرات شويه. قال من المهم للغايه ان نكون محظوظين بما يكفي بخصوص الاصابات تحديدا، لانه شايف طبعا ضغط المباريات وتوالي الارتباطات امر مزعج جدا. قال لك اتمنى ان تتاح الفرصه للمدرب انه يختار افضل اللاعبين لتنفيذ افكاره ويكون العناصر دي جاهزه ما هياش مصابه. قال للاسف في المعسكرات الاخيره لم تتح لنا فرصه اختيار افضل اللاعبين، فدوما كان يغيب عنا مصابون وهم لاعبون مهمون في الفريق، ونامل ان نكون في الظروف المثلى في بطوله كاس الامم الافريقيه في يناير اللي جاي في الكوت ديفوار. تولى فيتوريا طبعا زي ما كلكم فاكرين تدريب المنتخب من شهر يوليو اللي فات، وقاد المنتخب للفوز في 9 مباريات، لعب 9 مباريات فاز في 8، وده كان مسيرة طيبة جدا للفريق الوطني. تعليق قد يبدو غريب بس أنا شايفه مهم جدا، محدش حتى توقف عنده لأنه مليء بالتناقض. أنت مرتين توصل نهائي وما تكسبش، مرة أمام الكاميرون وتخسر 2-0، ومرة أمام السنغال وتخسر مضربات الجزاء، ثم مباراة فاصلة للوصول إلى نهائي كأس العالم وتخسر مع السنغال بضربات الجزاء. المؤشر ده المفروض أن يبدو أنه مؤشر طيب للكرة المصرية. يعني أنت لما توصل مرتين ما يبقاش فيه كم النتائج السلبية اللي تحطك تصنيف تاني أبدا في أي لحظة من اللحظات. تداركنا هذا الأمر كويس، بس لازم نتوقف، وأنا مع فيتوريا هنا إن لازم بقى اللعيبة تحس التالتة تابتة بإذن الله. أيوه. طيب الاجتماع اللي كان مهم جدا للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة النهارده، إنه في ضوء تعليمات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن زيادة حوافز ومكافآت الأبطال الرياضيين اللي بياخدوا ميداليات واللي بياخدوا بطولات عالم. لأنه واضح إنه بتعالج مشكلة تكرار الهروب من بعض الرياضيين للحصول على جنسيات دول أخرى. الوزير النهارده عمل اجتماع في المركز الاولمبي في المعادي، واعلن من خلاله، يعني كان حاضر معاه المهندس هشام حطب رئيس اللجنه الاولمبيه ورؤساء الاتحادات الرياضيه ولاعبي المنتخبات وعدد من الاعلاميين وقيادات وزاره الشباب والرياضه. الحقيقه هنا مش شايف قيادات اللجنه البارالمبيه. سياده الرئيس حريص جدا على الابطال البارالمبيين لانه هتشوفوا انجاز ليهم اعلى. لكن في كتير من مثل هذه المناسبات للسيد وزير الشباب والرياضة يكتفى بحضور رئيس اللجنة الأولمبية. على فكرة رئيس اللجنة البارالمبية لجنة موازية للجنة الأولمبية، يعني المفروض ان دي الحركة البارالمبية بتحقق من البطولات والنجاحات اكتر بكتير من الأسوياء. فكان المفترض دعوة قيادات اللجنة البارالمبية لمثل هذا الاجتماع، خاصة انه الرئيس حريص على هذه الفئة وعلى احتضانها وعلى دمجها مع المجتمع. واعتقد الدكتور اشرف صبحي لازم يحط هذه اللجنة البارالمبية في خريطة الاهتمام في مثل هذه الاحداث، لانه كتير من الابطال البارالمبيين ما يصحش نسيبهم يشعروا ان هم اقل من الاسوياء في التقدير وفي مثل هذه الفعاليات وهذه الميداليات كمان. الدكتور اشرف صبحي اعلن انه بالنسبة للمكافآت في برنامج التكريم وزيادة المكافآت في ضوء تكلفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. قال بالنسبة للدورات الأولمبية والبارالمبية، في حالة الفوز بالميدالية الذهبية 2 مليون جنيه للميدالية، والميدالية الفضية بمليون ونص، والبرونزية بمليون جنيه، 2.5 مليون. والمركز الرابع يعامل معاملة المركز الثالث في حال احتساب ميدالية. يعني في ألعاب يا أستاذ إبراهيم زي الملاكمة أظن لما توصل ثالث ورابع، الثالث والرابع بياخدوا ميدالية. قال كمان إن التكريم على مستوى بطولات العالم، نهائيات كأس العالم، أسوياء وذوي الهمم، في حالة الميدالية الذهبية 300,000 جنيه حد أدنى، والحد الأقصى 500,000 جنيه، والميدالية الفضية الحد الأدنى 200,000 جنيه، والأقصى 300,000 جنيه، والميدالية البرونزية الحد الأدنى 150,000 والأقصى 200,000، والمركز الرابع يعامل معاملة المركز الثالث. قال التكريم على مستوى دورات الألعاب الأفريقية والبطولات الأفريقية المؤهلة، أسوياء وذوي الهمم، في حالة الميدالية الذهبية الحد الأقصى 100,000 جنيه،
والادنى 100,000 والاقصى 200,000، وقال بعد كده على مستوى البطولات الافريقيه غير المؤهله 50,000 للذهبيه والحد الاقصى 100,000. اوضح الوزير انه في نوع اخر من التحفيز المادي للاتحادات الرياضيه بالتنسيق مع اللجنه الاولمبيه، واشار الى حرص فخامه الرئيس على دعم الرياضيين معنويا وماديا بما يتناسب مع حجم الانجازات اللي بيحققوها. الحقيقه هنا يلفت النظر حاجه، التحفيز للاتحادات الرياضيه ده امر مهم جدا، رعايه الابطال الرياضيين امر مهم جدا، بس فين تحفيز الانديه على النجاح؟ يعني كان اعتقد المهندس حسن صقر في فتره رئاسته للمجلس الاعلى للشباب والرياضه او المجلس القومي للرياضه وقتها في لائحه بتدي الانديه اللي بتحقق بطولات خارجيه بتديها مكافاه للاعبين، وبتتحمل الدوله او بتساعد مع الانديه في رحلات السفر للفرق اللي بتتاهل للادوار النهائيه. انا هنا مش شايف الشديد ان ده كان قرار مش لائحه لان ما جه الكابتن طاهر ابو زيد وزيرا وجه الاهلي كسب قال له ده مش حق ده احنا هذا عرف وليس لائحه. ومن ساعتها بدا ما يتصرفش الحوافز للانديه. دي مهمه جدا يجب انها تراعى لان الانديه بتتكبد في تكلفه البطولات دي جامد جدا، وكانت حتى الحوافز يعني كانت رمزيه الى درجه انك توصل افريقيا تاخد مليون جنيه، يعني ما يعني النهارده لو اديت 10 مليون جنيه مش كفايه ما تعملكش حاجه. لكن مش ده اللي لفت نظري بقى يا استاذ ابراهيم، لفت نظري حاجه اهم جدا، ان الامور لا تتحرك الا اذا كان الرئيس متابعا بهذه الدقه. صحيح صحيح. يعني الدكتور اشرف ابتدى يسرد الارقام، السيد الرئيس قال له انا الارقام لا تعنيني قوي، انا عايز اعرف، جاوب لي، وراح مديله الاسئله اللي كل الشارع المصري مستأمنها، هو لعبتنا بتتجنس وبتمشي وبتسيبنا ليه؟ هو ايه اللي حاصل؟ ف وكاد مش كاد هو وجه قال له ما تضعفها يا اخي مرتين او ثلاثه. هو المشكله يا باشمهندس في حته ان انت تضعفها، هو مطلوب بس ان الفلوس توصل للرياضيين، لانه على ما بتوصل للرياضيين اللي بيخصص للاتحادات وفي الوزاره وغيره في بنود تانية جدا بتستهلك جزء كبير من قيمه المكافاه. يعني قال لك اصل الفائض قد كده هندعم بيه الابطال، لو راح بشكل مباشر بس للابطال هيكفيهم، لكن خد في السكه دي نقطه مهمه. انما النقطه الاهم ما هو انت بتحاسبني على النتيجه النهائيه، طب انا عشان اوصل للنتيجه دي فين الدعم؟ ده الاهم. طيب ما تسيبهاش بقى لطفرات. اللعيبه البروميسنج ما هربتش عشان ما خدتش مكافئات الفوز، دي هربت لان الرعايه بتاعتها الشهريه والمستمره كانت اقل من امكاناتهم. فانا رايي اولا اللي يهرب دي ظاهره مش هتقدر تقاومها الا اللي عنده حس ببلده وفضل بلده عليه. نمره اتنين، لما تديله الحد المقبول من الرعايه عشان يبقى بطل، ناس كتير هتبص تلاقيها مش محتاجه للاغراء ده قوي، هتقلل الظاهره دي. بعد كده حط الحوافز بقى اللي يجيب ميداليه، لكن انا عشان اجيب ميداليه تعمل لي ايه؟ فين الحوافز او فين الرعايه بتاعه الابطال عشان يجيبوا ميداليات؟ مش بعد ما اجيب الميداليه انا هكرم ازاي؟ ازاي تاهلني اجيب ميداليه؟ طيب هنا النقطه يا جماعه تاني تكشف عن دور النادي، وهنا اي نادي، لان على فكره في ولاد كتير من الابطال دول من انديه صغيره، بالذات الالعاب الفرديه زي المصارعه وغيره من انديه صغيره. المفروض ان انت عندك انديه بترعى وبتتكلف وبتعد وبتجهز لك البطل ده بتديه للمنتخب الوطني في اللعبه بتاعته. هي ايه الرياضه غير ان انت بتحقق مردود ايجابي يسعد الجماهير؟ وجماهير الانديه هي المكون العام للعمليه الرياضيه. فاذا النادي هو اول هيئه بتحقق هذا المردود الشعبي والمعنوي. لا يكافئ.
رقم اتنين، النادي هو اللي بيساهم في صناعة هذا البطل وبيقدمه خامة جاهزة للمنتخب الوطني، النادي لا يكافئ. رقم تلاتة، النادي في مشاركاته الخارجية هو اللي بيحسن تمثيل بلده، وهو اللي بيحقق بطولة، وهو اللي بيحقق المردود الرسمي العام ولا يكافئ. هي الفكرة مش إن أنت تدي الأهلي مكافأة عشان خد بطولة أفريقيا ولا عمل ترتيب عالمي، لا، لأنه محتاج يستمر في الليفل ده أو المستوى ده، لأنه بيسعد ملايين الجماهير، بيرفع مستوى الطموح عند اللاعب، بيقدم خامة جاهزة للمنتخبات الوطنية تحقق مردود إيجابي كويس. فهنا أنت المفترض تتعامل مع الأندية معاملة دعم حقيقي، لأن هي بتقوم بدور. مش بتقوم بدور، أنا هقول لك حاجة. النهارده ميزانية النشاط الرياضي يا أستاذ إبراهيم تكاد تلتهم الرعاية السنوية. أنت متخيل؟ النشاط الرياضي يكاد يلتهم الرعاية. هنرجع للرعاية. إنما أنت في حد مداخلة؟ هنرجع للرعاية، لأنه على فكرة في إطار هذا الحدث الرياضي والإنجازات واللي حاصل في الساحة الرياضية، بل نحن الصم البكم. احنا ابناء هذا المجال الرياضي، احنا الصم البكم، مش هؤلاء الابطال. احنا اللي ما عرفناش نوصل صوتنا ولا قدرنا نتكلم باحلام حقيقيه للرياضيين. ولا سمعنا صوت الاراده جوانا. انما اللي سمعوا صوت الاراده جواهم وصوتهم عالي بيها في ماليزيا هم ابطال مصر، لاعبي منتخب مصر لكره القدم. أبطال مصر لكرة القدم بيوصلوا بينا للدور قبل النهائي لكأس العالم. البطولة احنا مش عارفين نتجاوز الدور الأول في كأس العالم، لمن يفترض أنهم هم اللي بيسمعوا وهم اللي بيتكلموا، لكن هؤلاء الأبطال حققوا الإنجاز الفريد جدا، كسبوا ألمانيا امبارح بركلات الترجيح وصعدوا للدور قبل النهائي، هيلعبوا اليابان يوم الأربعاء. معنا على الهاتف من ماليزيا الصديق العزيز محمد يحيى يوسف، عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية ورئيس بعثة المنتخب في ماليزيا. مساء الخير يا أستاذ محمد، تحياتي وتحيات المهندس عدلي، وألف مبروك هذا التأهل. مساء الخير يا أستاذ إبراهيم، ومساء الخير يا باشمهندس عدلي. يعني طبعا استمتعت بالكلام اللي كنتوا بتتكلموا من شوية عن رعاية الأبطال وعن إزاي نقدر نخلي ما تتجنس او ما تهربش زي ما بيقولوا. صراحه وجبه دسمه، لكن احنا هنا في ماليزيا عايز اقول لحضرتك ان الوضع مختلف تماما. احنا هنا يمكن المنتخب الاولى بالرعايه دلوقتي، المنتخب اللي احنا يعني محتاج رعايه فعلا، حقق وعمل انجازات بالفعل، مش لسه هيبتدي عشان يحقق، لا هو بالفعل حقق، ودي يمكن مش اول مره. يمكن خد قبل كده في 2012 المركز الثاني في بطوله كاس العالم في تركيا، وكان بيلعب قصاد صاحب الارض ساعتها. فيعني ده مش انجاز جديد عليهم اللي هم فيه دلوقتي، لكن زي ما انت بتقول هم مش عارفين لا يوصلوا صوتهم لا في الحقيقه ولا في البطوله ولا في الرياضه. عشان كده احنا الدوره دي كنا حابين نوصل صوتهم بشكل اقوى وشكل اكثر تفاعلا، عشان خاطر نقول للناس ان فعلا ده حدث كبير جدا، وده فرقه كبيره جدا، وناس يعني ما بتختلفش تماما كرة القدم في الصوم والبط عن كرة القدم في الأسوياء، لأن هو يمكن الاختلاف الوحيد اللي موجود في قصة زي كده هو فكرة إن حكم الساحة يبقى معاه راية. هو ده كل الاختلاف. لكن الكورة بإيد حكم الساحة معاه راية؟ عشان ما هيسفر إزاي؟ تمام. فهو ده يمكن الاختلاف الوحيد في اللعبة، لكن ملعب 11 و و11 و11 في الفرقتين وكل حاجه زي ما هي بالظبط، زي كره القدم الاسواق بالظبط. بالتالي مفيش اي اختلاف الا فكره ان هم ما بيسمعوش او ما بيتكلموش في قلب الملعب، ويبقى المجهود الاكبر على الجهاز الفني ان ازاي يوصل فكرته، وازاي يوصل لو عايز يقول لواحد غير الخطه كذا او تقدم كذا، فما بيشوفوش في قلب الملعب بشكل كبير زي ما في الطبيعي بيحصل مع كره القدم الاسواق. طب المدرب يا محمد، المدرب من نفس الفئه ولا مدرب من الاسوياء؟ المدرب كابتن شوكت النجار كان لاعب قديم في منتخب الصم برضه، ومن الابطال، وبرضه نفس القصه هو اصم.
لكن صاحب عقليه وصاحب فكر تدريبي رائع، وانت انا عاصرت افكاره وتدريباته والخطط والخطه بتاعته وشرحها. لا الصراحه في شغل مميز بيتعمل ان هو في ماليزيا مع منتخب مصر، ويمكن احنا منتخب مصنف رقم 5 عالميا، فبالتالي منتخب كبير وقدر ان هو يحقق انجازات. عايز اقول لحضرتك استاذ ابراهيم، يمكن لو انت ان هو عشان الصوم ما عندهمش دخل كويس، فبتلاقي البطولات اللي زي دي بتلعب مباراه يوم ويوم يوم ويوم. يعني احنا مثلا بس ما عدا هو الماتش الوحيد اللي هو حصل فيه يومين هو الماتش دوت اللي هو بعد دور الثمانيه عشان خاطر بيدوا لهم راحه شويه. لا لكن الفكره نفسها عشان يقللوا المده ويقللوا التكاليف كانت المباريات كل بقت يوم ويوم. فدي طبعا من ضمن الحاجات اللي هي فيها اختلافات وسببت في اجهاد كبير جدا. عايز اقول لحضرتك ان احنا لعبنا 5 مباريات في خلال 9 ايام. 5 مباريات في 9 ايام. بالظبط. النتائج كانت ايه طيب؟ عشان الناس للاسف ما بداتش تتابعهم الا بعد ما كسبوا المانيا. البدايه كمان كانت المانيا، البدايه كمان كانت في دور المجموعات كانت المانيا. المانيا. لعبنا كانت مجموعات كانت بتتمثل في المانيا ومنتخب المانيا ومنتخب امريكا ومنتخب ماليزيا صاحب الارض والجمهور. طبعا كانت مجموعه صعبه جدا. كانت مجموعه يعني واعيين فيها صعب جدا، لان انت بتتكلم في ابطال وبتتكلم في فرقه مصنفه سواء امريكا او المانيا. وطبعا بتلعب صاحب الارض والجمهور، ده كان موقف ثاني. لكن انت الحمد لله قدرت الماتش الاولاني مع المانيا كسبنا 3-1، الماتش الثاني مع امريكا كسبنا 3-2، الماتش الثالث مع ماليزيا كسبنا 1-0. احنا كسبنا غانا في الدور الاول 9-0 مش كده؟ مش في الدور الاول، في دور ال 16. في ال 16 المؤهل للمجموعات. لا المؤهل للمجموعات مظبوط، او لدور الثمانيه على طول. اللي دور الثمانيه. وتاهلنا لدور الثمانيه، لعبنا المانيا القرعه جابتنا ثاني بان احنا نلعب المانيا ثاني من جديد. لعبنا المانيا كان اطول ماتش في البطوله لانه خلص ضربات جزاء بعد شوطين اضافيين، وكان موضوع صعب جدا لان كان اغلب اللعيبه استهلكوا بدنيا. لو بقول لحضرتك 5 ماتشات في 9 ايام، فكان مباراه صعبه جدا. لكن الحمد لله كان عندنا القدر ومن الفوز، خاصه ان الاولاد المره دي كان الوضع بالنسبه لهم مختلف. انا حاولت ان انا اوصل صوتهم لكتير من النجوم في الكوره، فالحمد لله قدرنا ان احنا نتكلم على ان كابتن محمد الشناوي عمل لهم بوست تهنئه، كابتن عبد الله سعيد عمل لهم بوست تهنئه، كابتن عبد الله عمل لهم فيديو مخصوص، وكابتن محمد المني عمل لهم بوستين. فهم كانوا يعني متفاجئين من حاجه زي كده، متفاجئين ان الناس دي كلها بتهتم بيهم. الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه خليته يكلمهم فيديو كول عشان خاطر يعني يتفاعل معاهم ويتفاعلوا معاه. كانوا مبسوطين جدا من الحاجات دي كلها، لان هم كانوا بعاة كل البعد عن القصه دي، فعاشوا اجواء البطوله فعلا وعاشوا النجاحات في البطوله عشان يقدروا ان هم يكملوا ويستمروا. انا بحاول اشجعهم بكل الطرق ونحفزهم بكل الطرق ان هم يقدروا نرجع بكاس البطوله. فده كان بالنسبه لنا يعني كان هدف مهم جدا يعني. والحمد لله الحمد لله حتى الان الدنيا ماشيه كويس، عندنا ماتش جاي. وانا بس يا استاذ محمد يعني عايز اعرف، انا يعني انت اعلامي برضه يعني طبعا يعني ال 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 احنا وصلنا للمنتخب ازاي؟ في مسابقات، في أندية مشاركة في مسابقات محلية، ولا ده منتخب بي 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 بيتم صقله من خلال لقاءات وإيفنتات؟ لا يا فندم، هو في بطولة دوري فعلا، دوري كرة القدم والصم، يمكن صعب شوية، لكن حتى كمان المجموعة ديت اللي موجودة معانا مجموعة يعني لسه مختارينها متجمعين، قعدوا معسكر فقط حوالي أسبوعين بيلعبوا مع بعض. ما يمكن ده منتخب جديد، حاولنا كنا الفتره الاخيره دي نجدد الاعمار السنيه لان كانت اعمار كبيره، دلوقتي بقت اعمار اغلبها سنها السن كويس معقول. ف في ناس كتير لسه اول مره كانت تلعب مع بعض، وفي ناس كتير جايه تشارك لاول مره. فطبعا لا كان المنتخب لسه بيتجمع يعني ما بقالوش يعني اتدرب قاعد مع بعضه، خاصه انت عارف حضرتك ان اغلب فرق الصم من المحافظات، فبالتالي ما بيشوفوش بعض كتير الا لو بيلعب مع بعض قصاد بعض في مباراه دوري او حاجه بتخلص في يوم وخلاص، ما بيشوفوش بعض تاني. فكان الهدف الطريقه الوحيده اللي انت تجمعهم اللي هو معسكر للمنتخب خلال قبل البطوله. عملنا معسكر تقريبا باسبوعين او 3 اسابيع،
وقبلنا في الفتره دي نقدر نحشد الناس عشان خاطر تقدر تبقى مؤهله لبطوله كاس العالم اللي بيشارك فيها منتخبنا لثالث مره. وهي البطوله كلها اتعملت 4 مرات من بدايتها من 2008 حتى الان. فطبعا احنا مش يعني اول مره كان يتجمع المجموعه دي مع بعض بالشكل الكبير دوت. فعايز اقول لحضرتك ان فيهم لعيبه رائعه جدا جدا، فيهم لاعب زي فيهم 2 لعيبه مثلا محمد عماد واحمد عماد، الاثنين توأم، والاثنين واحد بيلعب مهاجم واحد بيلعب باك يمين زي التوأم حسام حسن بالظبط. الاثنين يعني زي ما تقول كده دوت بان هم مسارهم الاعلى وعاملين حاله في قلب المنتخب. نفس الامر في اسماعيل محمد، ده الناس اللي هو بتناديه تقولوا مو صلاح، ان هو مربي شعره ومطول شعره عامل زي محمد صلاح، ولاعيب هداف ولاعيب رائع. فالصراحه في نماذج كويسه جدا جدا موجوده تقدر تلعب، وفعلا بالفعل في ناس بتلعب هنا كانوا فيهم مع نجوم الكوره المصريين عندنا. في ناس لعبت مع حسام غالي، وفي ناس لعبت مع لعيبه كتير من الدوري المصري في وحاجات ماتشات وديه وماتشات يعني ايه ترفيهيه كده موجوده. فبالتالي يعني الولاد، لا الولاد ولاد كويسين جدا، وولاد مستقبلهم مستقبل كبير ان شاء الله. طيب انت معاك طبعا خبير لغه الاشاره اكيد. معانا كابتن فؤاد عبد الحميد، هو ده المدرب العام، وفي نفس الوقت هو خبير لغه الاشاره اللي موجود معانا، اللي هو وسيله التواصل. وخلاص احنا بقينا يمكن شبه فاهمين بعض دلوقتي، وبقيت الموضوع بقى كويس. لما هو منطقي ان هو اللي مرنهم يتكلم اللغه اللي بيفهموها مع بعض يعني. لا انا اللي بقيت افهمهم انا كمان. انت بقى كاداره البعثه عايز حد يشرح لك ويوصل رايك ليهم. بالظبط، بقينا نفهم التواصل، وهم الصراحه كلهم بقى يعني في حاله حب حلوه في من بين التيم كله مع بعضه ومعانا. فالصراحه اللجنه البرلمانيه كمان كانت وفرت لهم كل سبل الراحه عشان خاطر السفريه دي تتم وتقوم. ووزير الشباب والرياضه قال لهم انا مستنيكم لما نرجع بالكاس عشان ترجعوا لنا بالكاس. ويعني في حاله يعني انضباط حلو عشان خاطر كله يحقق البطوله، او نحقق على الاقل مركز متقدم لينا تاني مره ثانيه. وانا شايف ان يعني قريبه الموضوع مش بعيد، وان شاء الله نرجع بالكاس وربنا يكرمنا ان شاء الله. احنا الماتش الجاي في السيمي فاينل مع اليابان مش كده؟ اليابان يوم الاربعاء الجاي ان شاء الله، وبعد كده هنقابل الكسبان من السنغال واوكرانيا. السنغال عندها فرقه كويسه، السنغال واوكرانيا. طبعا طبعا السنغال واوكرانيا هم دول الطرفين ربع النهائي الثاني. يعني الكره في صم البكم، يعني هي صاحبه الانجاز الاقرب الى العالميه في الكره المصريه. ما عملناش حاجه لا في الصالات ولا في الشاطئيه ولا في السيدات ولا في كره القدم. صم البكم هي المؤهله انها تجيب كاس العالم ان شاء الله يا رب. عايز اقول لحضرتك لو ربع رعايه اي منتخب من دولت هو هيبقى يعني الناس دي هتجيب كاس العالم يعني خطفاه، مش هتجيبه بس كده بشكل عادي. طيب ما دي يعني دوركم بقى يا استاذ محمد. ده دورنا يعني فعلا، بس دور حضرتك معانا بقى ناخد يا سيدي. احنا تحت امركم، بس ادونا اي حاجه نشتغل عليها واحنا تحت امركم، وخاصة البهجة والفرحة والحماس وحب البلد الأصيل اللي شفناه في الرسالة المصورة اللي بعتناها من شوية، وتشوف كل لعيب فيهم حاسس بمصر ازاي، حاجة والله تدعو إلى الفخر والاعتزاز. انتماء غير عادي، انتماء غير عادي لبلدنا، وحاجة حاسين بقيمة المنتخب فعلا، وحاسين بقيمة قيمة المنتخب، وعندهم يعني حتى علامه مصر كده وهم بيقولوها بتبقى علامه زي مثلث كده، ان هو زي بيراميد الاهرامات بتنزل بايديهم كده. ده بيرمزوا لمصر بالاهرامات كمثلث. الاهرامات بتبقى قبل كل مباراه ووقفوا الفتحه يعني. لا في نموذج رائع منهم الصراحه منتخب الصم. اللي بيعيط ده حارس المرمى الاشقر الطويل ده سعيد انور بكاوي، ده كان بيعيط لان حارس المرمى ده هو كان بقاله فتره مصاب، وكان لسه راجع من الاصابه ووزنه كان زايد، فكان احتياطي والاول مره يقعد احتياطي لان هو كان الحارس الاساسي زمان. فالحارس الموجود حاليا كابتن صابر
وهو دوت يعني جه كابتن شوكت النجار المدير الفني قام غيره في الوقت قبل الوقت اللي ما عشان ضربات الجزاء. عشان ضربات الجزاء الحمد لله قدر ان هو يتصدى لضرب الجزاء بعد ما كان حاسس ان هو مش هيعرف يرجع يلعب تاني، ولان في حارس موجود عشان كده الفرحه بشكل كويس. العارمه كانت جميله ما بين الكل، ما بين الكل الصراحه. وطبعا متابعنا الدكتور حسام الدين مصطفى كل شويه باتصالاته رئيس اللجنه البرلمانيه، وبيسال على الموقف ايه والدنيا ماشيه ازاي، ووزير الشباب والرياضه. فالحمد لله اللجنه الصبح حاسين ان في اهتمام غير عادي المره دي، فده حد ذاته شيء كويس. وطبعا متابعه النجوم العالميين والمنتخب مصر الكبار ليهم على السوشيال ميديا او الفيديوهات اللي بتتباعت دي محسسهم احساس ثاني مختلف، فمخليهم فعلا حاسين ان لازم. هو فكره التقدير والدمج دي فكره مهمه قوي. استاذ محمد يعني نطلب منك ان تنقل اليهم تهنئه إدارة وإعلام وجماهير النادي الأهلي، وإن إحنا كلنا في ظهرهم. يا محمد انقل يا محمد الكلام ده يا محمد. انقل الكلام. حاضر يا باشمهندس. بقول لك إيه، مش هنصفك إلا دول. خلاص خلاص. بقول لك إيه، انقل لهم بجد وقول لهم إحنا يلا عايزين نفتخر بيهم ونعمل لهم حاجة حلوة. ان شاء الله ان شاء الله كلنا نفرح بمنتخب مصر، لان بالفعل هو منتخب يحمل اسم مصر ومنتخب رائع قريب جدا انه يحقق البطوله بالكامل اللي هي بتحدث لاول مره ان شاء الله تبقى، وده هدفهم كلهم وهم مصممين على ده ان شاء الله. ان شاء الله ليهم كل التوفيق وترجعوا لنا بالسلامه بالكاس ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا جزيلا للصديق العزيز محمد يحيى يوسف، عضو اللجنة البارالمبية ورئيس بعثة منتخب مصر لكرة القدم للصم والبكم في ماليزيا، الفرقة اللي عاملة إنجاز مشرف جدا. هو انتصار يستحق التوقف والإشادة وياخد وقت أطول من كده، لأنه مش بس انتصار كروي، ده انتصار إنساني في للإرادة. صحيح. وإن أنت تقدر توجد لنفسك مناطق السعادة الخاصة بيك. شوف السعادة اللي على وشهم وشوف الافتخار، وشرفتونا وبإذن الله نفرح بيكم. كل التحية لهؤلاء الأبطال والمجلس إدارة اللجنة البارالمبية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى اللي قدروا يعملوا فعلا فرص إعداد وتأهيل لهذا الفريق إنه يوصل بدون دوري قوي وبدون حركة رياضية قوية في الأندية، لأن كلهم موجودين بيلعبوا في أندية شعبية ومراكز شباب وفي الشارع، إنه يجمع ويعمل منتخب يوصل لسيمي فاينال كأس العالم. يستحق التحية ل 24 لاعب اللي من حقهم علينا على الأقل إن احنا نقول أسمائهم ونهني أسرهم وأصدقائهم، محمد الهامي وحمادة فاروق ومحمد السيد وأحمد عماد ومحمد عزت وسعيد أنور ومصطفى أدري ومحمد عبد الحميد ومحمد عماد والسيد شاوي وعادل طارق ونبيه سامح وقاسم أسامة ومحمد محمود وماهر محمد ومحمد أحمد وعبد السلام إبراهيم وصابر جمال والسيد احمد ومصطفى فتحي واحمد مسعود وعمر محمد وحسن نبيل ومحمد صالح وعبد الله محمود وعلي السيد ومصطفى عبد الحميد واسماعيل محمد وعبد الرحمن عبد الله ومحمد طه وعمر سمير وماهر الجوهري ومصطفى عبد الستار، والجهاز الفني والاداري اللي بيضم الاستاذ محمد يحيى يوسف عضو مجلس اداره اللجنه البارالمبيه رئيسا للبعثه، والسيد مسعود سالم رئيس لجنه الصم، وشوكه النجار مدير فني، وفؤاد عبد الحميد مدرب عام، والسيد جمعه الاداري، وحماده حسني اخصائي العلاج الطبيعي. ليهم كل التحيه والتهنئه لان هم اثبتوا احنا الصم البكم مش هم، احنا اللي مش قادرين نعبر لا على ارادتنا ولا على مكنونات النفس البشريه وقدرتها على التحدي او نوصل صوت مصر للعالميه. الناس دي هم اللي وصلوه، فليهم كل التحيه والتقدير. نطلع لفاصل، وبعد الفاصل كلام مهم. اهلا بحضراتكم من جديد. ما تخافش على الاهلي، طول ما الاهلي ولاده والمنتسبين اليه وحتى اللي بيلعبوا فيه كمحترفين وينتقلوا الى انديه اخرى يفضلوا دايما وابدا شعارهم العقد بينا كلمه وحب مش ورقه وقلم. ده شعار كتير من اللعيبه اللي بترتبط بالنادي الاهلي حب وليس
ورقه وقلم والتعبير للكابتن محمد شريف. محمد شريف انتقل مهاجم الاهلي انتقل للخليج السعودي، واذ طبعا في ظل المزايدات الانتخابيه في نادي الزمالك يبدا الكلام على هنجيب مين من الاهلي، فعلى طول السهم الاعلامي يتجه الى محمد شريف ويتقال الزمالك هيجيب محمد شريف وبيبحث على محمد شريف. فمهيب عبد الهادي على الهاتف يستضيف محمد شريف ويساله موقفك من الاهلي ايه؟ نسمع محمد شريف ونسمع المهندس عدلي. هل في بند ان رجوعك لمصر يكون للنادي الاهلي؟ بس يا كابتن انا رجوعي دايما حتى لو ما فيش بند، انا بالنسبه لي لو رجعت مصر اولويه تبقى النادي الاهلي. ده موضوع مقفول، يعني ما فيش حاجه اسمها ترجع نادي تاني والكلام ده. لا انا اصلا لو رجعت مصر اول حاجه انا اللي هكلم النادي، انا راجع مصر عايزيني مش عايزين، فاهم؟ انا اللي هكلمه. عايزيني ولا مش عايزيني؟ لا مش حوار عايزيني ولا مش عايزيني ده. وده انا كمان كنت متفق مع امير فيه. قلت له امير اول لما ارجع مصر هقول الاولويه ليك وامضي لك على اللي انت عايزه على مصر. حلو، ده مكتوب ولا بالحب؟ أنا اصلا قايله في بند كلمتي لا معلش، ده انا عارف، انا عارف ان انت بقول لك انا لا انا عارف ان انت كلمتك عقد، انا اثق في كلامك وفي تربيتك وفي كل حاجه. انا ما كنتش طلعتها من لساني يا مهيب والله. لكن مفيش حاجه مكتوبه. لا والله العظيم الحاجات دي انا فعلا مش متاكد منها، يعني انا مش متاكد منها لان دي كانت بين الناديين، فاهم؟ تمام، هو ما حدش يختلف على اهلاويتك وان انت واحد من يعني محبين النادي الاهلي، لكن انت بتتكلم ان كلمتك عقد، لكن في حاجه مكتوبه؟ ما فيش حاجه مكتوبه اللي هي تقضي بعودتك للنادي الاهلي او شرط يعني. هو انت الطبيعي لما انا لو هرجع مصر على الاهلي. بس انت ما فيش حاجه مكتوبه، مهيب عادي يقول لهم يعني خلي بالكم ما فيش حاجه مكتوبه. يا مهيب بلاش شقاوه. على اي حال انا عايز اقول حاجه. القضية بقى ليه انتوا متصورين ان الموضوع مكايدة وعشان نغيظ يا جماعة ما تفرغوا الموضوع من دماغكم بالطريقة دي. اللعيب اللي النادي يجيبه سواء اهلي او غيره لازم يكون عارف انه محتاجه هيفيده، انما اللي جايبه عشان يقول انا رديت وانا سويت وانا، صدقني بيأذي نفسه اكتر ما بيأذي غيره. لان انت لما تحب تجيب واحد كمكايدة انت هتغريه ازاي؟ هتعمل مزاد غير منطقي. وهو لو شعر اللعيب بكده ان انت محتاجه قوي عشان ترد بيه، ها معاهم وكلاء ومعاهم ناس هيستغلوا الموقف ومعاهم. فانا يعني اولا الرد عجبني، رد محمد شريف، وبرضه ما ريحش مهم ما قالوش هو في ورق ولا ما فيش ورق. ها قال له انا كده كده كلمتي اهم من العود او رغبتي مش كلمتي. هو بيقول لك انا هروح لهم بنفسي ايا كان. بص لن يفيدك الا اللاعب الذي يسعى جادا الى ان يكون موجود معاك وعارف ان دي مصلحته. لا فيها بقى انت بتختبره الاول مش كده؟ انا ده كان طريق شغل زمان. اما كنت انا بتاع انت هتاخد 10 قروش بره، اما يجي يقول لي كام اقول له مش هقول لك. لو بتدور على مزاد انا مش في المزاد ده. هتلاقي ناديين اكتر مني وده كان حقيقي. لكن لو انت هتاخد 10 قروش في مكان عندي هديك 8. يوم يبص لي كده ازاي؟ لانك هتوصل ل 14 و 15 من خلال 1 2 3 4. هو انت مطلوب منك ايه في النادي الاهلي؟ تلتزم بكل المطلوب منك. إذا التزمت بالكلام ده في حوافز على كل حاجة. عدد البناط اللي كنت بتاخدها كل شهر، عدد كل 4 ماتشات يتصفى الموقف المالي واللعيبة تاخد بونص، لأنك أنت يا أستاذ إبراهيم الكابتن حسن برضو ده يعني عمل حاجات كان عامل لهم هقولها بقى ما هي دروس مجانية. كابتن حسن حمدي. دروس مجانية. فكان عامل لهم لائحة بالبونت كل 4 ماتشات. لو خد ال 12 بونت ال 12 بونت بتوع الاربع ماتشات بتاخد ال 100%، وابتدي كل بونت تفقده يخصم نسبه في الأرض. يخصم نسبه، ولو خد اقل من 10 بونت ما تاخدش حاجه، يبقى مش هتكسب الدوري. اقل من 10 بونت من ال 12 مش هتاخد حاجه. مش
مش هتاخد من البونس بتاع دي بتاع لبناط. ما هو في حاجات تانية. يعني خدت 12 من 12 هتاخد مكافأة كاملة. ليه؟ ليه؟ لأن أنت لو خدت ال 12 من 12 أو 11 من 12 بند عبقري أو على الأقل 10 من 12 يبقى أنت بدرجات متفاوتة. 12 من 12 أنت هتاخد الدوري. أيوه. 11 من 12 أنت هتتسيد وفرصتك كبيرة. 10 من 12 أنت بتنافس. أقل من كده سيادتك بتفرط. يبقى كافئك على إيه؟ بتفرط. فهو المسؤولية في النادي الأهلي مسؤولية مختلفة أستاذ إبراهيم، وعشان كده الحوار مع أي لعيب جاي النادي الأهلي بيبقى له طعم مختلف شوية. اللعيب لازم يكون عايز يجي النادي الأهلي وعارف إن أنت ليك تمن، اللعيب له تمن مؤكد والأهلي له تمن. الأهلي له تمن طبعًا. إيه بقى؟ الأهلي نظامه، التزامه، الفرص اللي بدالك تكسب بطولات، المكانة الشعبية اللي هتاخدها، الوضع الاجتماعي من خلال انك انت يعني 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 كل محب النادي الاهلي ما بيشوفوا نجم عايزين يخدموه. مكاسب غير مرئية يا استاذ ابراهيم من الانتماء للنادي الاهلي. يعني مش بس مقولة يكفيك ان انت شرف الفانيلا الحمراء؟ ما هيش الشرف جاي منين؟ من الحاجات دي. ما هيش اسم الاهلي ده. مش كلمة رومانسية يعني. مش كلمة رومانسية، مش مبنية على فراغ. انا بدي لك مقابلها ايه؟ بطولات، اموال، شعبيه، قيمه تسويقيه، قيمه تسويقيه، قيمه فنيه. طبعا بتتطور، يبقى تطور فني، عندك فرص تبقى اساسي في المنتخبات. اسمك بيلمع بره ازاي؟ افضل مدرب بجيبه لك، احسن فاترينا، احسن لعيبه مساعده في الملعب بجيبها لك، احسن فاترينا لاي لاعب كوره هو نادي الاهلي. هي دي اللي العالم كله يشوفه من خلالها. من البطولات اللي بيشترك فيها، طبيعه البطولات، كاس العالم للانديه، السوبر، السوبر المصري، السوبر الافريقي، الماتشات الوديه اللي بتروح تلعبها، انت الاعلى قيمه، بتاخد ارقام محدش بيقرب منها. كل ده وكل واحد بيدفع لك قرش عارف انه هيجيب قدامه ايه. فالرد كان فيه ذكاء ومصداقيه باذن الله. وقال كلمه برضو واحد فاهم، انا هروح لهم بنفسي ولو عايزني مفيش فصال. يعني اتمنى ان اللي بيسمع الكلام ده يفهمه. لان هي مش احنا مش بنتباهى على بعض، احنا في واقع وفي كلام. قوله على نفسك انا سيد الكل، انت حر، كل واحد حاسس نفسه سيد الكل، لكن الناس شايفاك ازاي هو ده اللي اهم. التزامك مع لعيبتك ومدربينك عامل ازاي؟ بالظبط. وفائك ولما بقول لك انت حقوقهم عامل ازاي؟ ولما باجي اقعد معاك واقول لك الاهلي له تمن ايه؟ راحه البال، حقوقك واخدها، ما فيهاش فصال، ضامنها بالظبط. حتى لو اتاخرت نتيجه ظرف اقتصادي طارق عام مش بتاع النادي الاهلي، بتبقى اللي عند اللعيبه في وقت ما لما كان الدوري واقف رفعت شعار اللي عند الاهلي ما يضيعش. هما أيوة. كل دي بتحطك انت وانت بتتفاوض في مكانه جيده. واعتقد ان اي واحد بيفاوض اي لعيب في النادي الاهلي لازم يتمكن من هذه الادوات، واعتقد ان هي بتتعمل يعني. طيب ده كلام يا جماعه مهم جدا، واعتقد حصل انك انت قلت اللعيب زي كده ورفض؟ يعني لا مش رافع، هو ما حدش هيقعد قدامك يقول لك لا مش عايز الاهلي. لكن ممكن مساره يتغير. يعني ما هو في لعيب يقول لك ايه ظرف النهارده الكلام ده حلو قوي، بس انا دلوقتي حين النهارده موتني بكره. في ناس تفكر كده. او عنده ظرف يستدعي انه عايز ياخد، ما انت حتى طريقه انك بتدي اللعيبه الفلوس ليها نظام. ايوه نسب. ايوه هو عايز مبلغ اكبر، ما بتكسرش انت نظامك. ممكن يروح حته تاني يقول هزود لك المقدم، هجيب لك من هنا، اجيب لك من هو حر. بس ما صادفتنيش كتير يعني، يمكن اتنين او بتاع طول العمر ده كله يعني. ما ينفع اقول لك مين؟ لا. ليه؟ لا ما ينفعش. مشوا. مشوا ولا مش لا هقول لك مين واحد، هدي لك نموذج. لانه كان له ظرف
ما يخصوش قوي. اسمه ايه جعفر بتاع بلديه المحله؟ مصطفى جعفر. مصطفى جعفر. اتفقنا على كل حاجه. وبعدين في اخر لحظه راح الزمالك. راح الزمالك ليه؟ حصل اتفاق فوقي على هذا الكلام بين الشامي كان محمود بيه الشامي وكان الاستاذ مرتضى منصور، والاثنين اتفقوا لقوا مصلحتهم هما الاثنين مع بعض في كده، واللعيب استجاب خلاص. عمرو زكي كان جاي من روسيا على الاهلي. لا ده الوكيل جايبه فاتاخد من المطار على مجموعه معينه من محب الزمالك التقال في سهره في مكان ما معلوم. وقال لي تفاصيلها وقال لي تفاصيلها وقال لي الوكيل اللي كان جاي يقابلني ده خد شنطه فيها كام هو خارج من السهره دي. فانا استنيت من الرقصه دي تقصد. فانا استنيت استنيت تاني يوم فالساعه 1 كلمني بالتليفون قال لي يا استاذ عدلي انا مستنيك في الفندق. وقلت له انا مستنيك في البيت. قال لي ليه؟ قلت له في الفندق لو انت التزمت معايا، انت كنت في الحته الفلانيه في مكان فلاني وقابلت فلان وفلان وحصل 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 ووصلت الى اتفاقات. انت متابعه؟ قال لي وانا اجي لك ازاي؟ قلت له عنوان اهو، اركب تاكسي وقول له هجيب. وجالي البيت. جالك؟ طبعا. ده كان ايه، تونسي ولا كان جزائري؟ جزائري. وبعدين قال لي احكي لي بقى، ما انا جيت انا ما اعرفش مين اللي مستنيني، خدوني لقيتني في حته يعني حب يبرر. قلت له طب في النهايه احنا جايين على اتفاق مش جايين نتفاوض، احنا اتفقنا وخلصنا وانت جاي. قال لي لا انا كنت عايز اخده عرض سنه ب 350 الف يورو. وهو قال لي انا عايز 1,750,000 يورو او دولار مش فاكر. انتقال نهائي. قلت له لا ده عرضنا اللي انا مفاوض اكلمك فيه. فقال لي طب في عرض تاني. قلت له ايه؟ قال لي خده ودينا ابو تريكه للنادي الروسي. قلت له انا عادل القيعي بقول لك لا خده وامشي. لا ورغم كده لانه مش من حقي، انا مش متخذ القرار النهائي حسب ما عليك بنفسك. ورحت طالب كابتن حسن وكابتن خطيب الاثنين الاثنين قالوا نفس الكلام. مين قال لك ان ده مطروح اصلا؟ يا عدلي عرضنا هو اللي احنا اتفقنا عليه، لو هيدوه لنا عرض سنه ب 350,000 اهلا اهلا وسهلا، غير كده فانا هو طبعا اعتذر ومشي. طبعا ما تقدرش في حاجات مش في ايدك يعني، ما يكون في وكيل بالشكل ده وفي لعيب عايز يرجع مصر ومتضايق من القعده بره ولقى ان خلصت هنا كده هيقعد بقى يعني. فما بتحصل بتحصل بس بتبقى لها ظروفها وقليله جدا. ده كان كلام مهم جدا. الاهلي بيتاهل للبطوله الافريقيه الى دور المجموعات ويبقى الفارس الاحمر وارقام قياسيه جديده. الحقيقه تاهل الاهلي لدور المجموعات كان مصحوبا بعدد من الارقام القياسيه اللافته جدا في تاريخ البطوله. من سنه 97 لما اتعمل نظام دوري المجموعات في دوري ابطال افريقيا بالمسمى والنظام الجديد بتاعها، الاهلي عنده رقمين قياسيين بهذا التاهل. الرقم الكبير انه ده التاهل رقم 21 للاهلي لدور المجموعات، وده رقم قياسي ما عملوش اي فريق من اللي شاركوا في دوري الابطال. كمان هذا التاهل هو الثامن على التوالي للاهلي لدور المجموعات. فريق بيتاهل لدور المجموعات للسنه الثامنه على التوالي. كانت الاولى في 2017 وبعد كده 2018 و19 و20 و21 و22 و23 و24. في الثمان مرات او في السبعه يعني دي الثامنه، السبع مرات اللي فاتوا الاهلي حقق اللقب ثلاث مرات من السبعه.
وتأهل للنهائي في 7 مرات 6 مرات. انتم متخيلين الرقم؟ يوصل 7 مرات سابقة لدور المجموعات ويلعب 6 نهائيات، يلعب 6 نهائيات، ياخد البطولة 3 مرات. أرقام بقول لكم تعجيزية بجد. وتقول لي في لعيب يتعرض عليه الأهلي يفكر؟ يعني هيلاقي نفسه فرصة لتحقيق مجد أكتر من ده إيه بالنسبة لقفشة وزمايله؟ هو ده اللي كان المهندس عادل بيقوله، الأهلي ممكن ما يديكش أعلى عقد لكن يحقق لك أعلى مكاسب ويحطك في أعلى مكانة في فرق بين العقد أعلى دخل. زي 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 فكرة المسوق الجيد بالظبط، ياخد مرتب صغير لكن ياخد بونص أو مكافأة تخليه دخله أكبر حاجة في الشركة. الأهلي تأهل لدور المجموعات 21 مرة، كان بدايتها 99 و2000 وبعدين 2001 و2 و5 و6 و7 و8 و10 و11 و12 و13 و16 و17 و18 و19 و20 و21 و22 و23 وها هو يتأهل للمرة في ال 21. ال 21 او ال 20 مرة اللي الأهلي تأهل فيهم انتهت منهم 20 مرة بالفعل، يتبقى اللي جاية. في المرات ال 20 الأهلي لعب في النهائي 13 مرة من ال 20 مرة. 13 مرة من المرات ال 20 الأهلي يلعب في النهائي. حصل على اللقب في المرات ال 13 9 مرات. خرج من دور المجموعات 5 مرات. خرج من دور الثمانية مرة واحدة. خرج من الدور قبل النهائي برضو مرة واحدة. ده الحقيقة الإنجاز الإعجازي بالأرقام القياسية. الفرق اللي بتهتم بأرقام قياسية يا جماعة، ما هو ده اللي بيعلي القيمة. والناس لما بتقعد تسأل على القيمة التسويقية للأهلي وعلى حجم المردود، الكلام ده مصحوب بأرقام بقول لكم تعجيزية. إن أنت تلاقي فيه فريق للمرة الثامنة على التوالي. هو بالنسبة للمعلن ده يعني إيه؟ يعني إنه اسمه مقرون ببطل يتردد في أوساط البطولة 8 مرات ورا بعض في نهائي أهم بطولة أفريقية. أهم بطولة أفريقية بعد كأس الأمم هي دور الأبطال. فيكون اسم المعلن واسم الشريك التجاري المرتبط بالنادي الأهلي يتردد في كل الأوساط في النهائي 8 مرات ورا بعض. ما هو حتى التعليقات اللي ضايقتنا من بلاتر ومن انفنتينو، لما قال هو انفنتينو قال ما فيش على منصات التتويج في افريقيا غير الاهلي. ايوه. وبلاتر قال هو ايه يا جماعه الحكايه ما فيش الا الاهلي. ضايقتنا وعرفنا ان هيحصل نوع من المقاومه. ايوه. لكن دي بتعكس ايه؟ ما الناس شايفاه كده على طول. ايوه. هي دي المكانة يا أستاذ إبراهيم. أي. ومكانة دولية ما حدش لا ادالك ما حدش له جميل عليك فيها يعني. أي. أنت ومستواك وشغلك وإرادتك أنت بتاخد وبتنتزع المكانة مش بتطلق الألقاب على نفسك. طيب. إذا الفارس بيتأهل مصحوبا بهذه الأرقام القياسية، لكن إيه اللي جاي؟ اللي جاي يوم الجمعة قرعة المجموعات في يوم الانتصارات، ومصر بتحتفل إن شاء الله تعالى يوم الجمعة بذكرى الانتصار المجيد في 6 أكتوبر. يجي الإنجاز أو يجي الترقب الكبير لقرعة دور المجموعات. دور المجموعات في دور الأبطال وفي الكونفدرالية، القرعة هتتعمل في جنوب أفريقيا يوم الجمعة إن شاء الله 6 أكتوبر الساعة 2 ظهراً. هينطلق دور المجموعات في دور الأبطال يوم 24 نوفمبر بمشاركة الأهلي وبيراميدز من مصر. النادي الأهلي التصنيف، شوفوا مع نهاية القرن اللي فات ناس اتخانقت واتكلمت على التصنيف، وناس اعترضت على الاتحاد الأفريقي واتهمته والمعايير والتسعة أكبر من 7 والستة أكبر من 8 ونروح لوزارة التموين ونكتب نادي القرن الحقيقي وكلام كتير اعتقد لسه انتم متابعين الاثار بتاعته ومش واخدين بالهم انه التصنيف ده اللي ادى الاهلي نادي القرن اللي فات هو التصنيف المستمر بذات المعايير. نفس المسطره شغاله لغايه النهارده بعد 21 ولا 22 سنه من القرن الجديد
هي نفس المسطره اللي معترضين عليها شغاله والكل ملتزم بيها، بس ما حدش بيتكلم. وفقا لهذا التصنيف وبذات المعايير، اعلن الاهلي على قمه تصنيف الفرق المتاهله لدور المجموعات في دوري الابطال بحصوله على 83 نقطه في اخر 5 سنوات. يعني لما تدي نقاط بنفس المعايير على اخر 5 بطولات، اخر 5 مواسم، ياتي الاهلي الاول برصيد 83 نقطه، اللي بيليه الوداد المغربي 74 نقطه، ثم الترجي التونسي 58 نقطه، ثم صن داونز الجنوب افريقي برصيد 56، لتكون هذه الفرق الاربعه على راس التصنيف. يعني القرعه يوم الجمعه، الاهلي اول الاوائل، ثم الوداد، ثم صن داونز والترجي. الاربع فرق دول هم اللي هيتحطوا وفقا لهذا التصنيف بهذه النقاط على رؤوس المجموعات الاربعه. وبعد كده مفيش كور سخنه وساعه هتسحب من كل تصنيف فرقه. فالتصنيف الثاني شباب بلوزداد الجزائري وسيمبا التنزاني. شباب بلوزداد عنده 36 نقطه، وسيمبا التنزاني 35، بيراميدز 35، بترو اتلتيكو الانجولي 33.5. اذا في التصنيف الثاني هتاخد واحده من كل فرقه من الفرق الاربعه في التصنيف الثاني تروح. يعني الاهلي ممكن يجي معاه بيراميدز، وممكن يجي معاه سيمبا، وممكن شباب، ممكن نتوقف هنا لحظه، وممكن بترو اتلتيكو. عشان المعايير. ايوه. بيراميدز اتواجد ازاي في تصنيف يخص المستوى الثاني؟ لا، يخص بطوله الابطال. هو شارك في الكونفدراليه فخد نقط، ما شاركش خالص في اول مره شارك في دوري الابطال، مش كده؟ اذا المعيار اللي دخل بيراميد ايه؟ النقاط اللي حصل عليها في الكونفدراليه، في المسابقات الافريقيه. هو ما شاركش الا في الكونفدراليه يا سيدي. ما انا فاهم. ما انا فاهم. قصدي اقول ما بيروحش بقى يقول لك دي ودي واخد كل البطوله دي اهم من دي ودي اكبر من دي. لا، ليك بناط، ليك عدد من النقاط بتحطك في تصنيف. فهو بموجب هذا بقى في التصنيف الثاني، وحاجه تحسب طبعا. طيب التصنيف الثالث هتاخد واحده من مازيمبي الكونغولي اللي عنده 30.5، الهلال السوداني 27 نقطه، ويانج افريكانز التنزاني 20 نقطه، واسك ميموزا الايفواري 20 نقطه. يعني الاهلي هيتحط معاه واحده من دول، مازيمبي والهلال ويانج افريكانز واسك ميموزا. التصنيف الرابع والاخير، النجم الساحلي التونسي عنده 20 نقطه، جواتين جالاكسي البوتسواني عنده 4 نقاط، نوازيبو الموريتاني عنده نقطه واحده، ميدياما الغاني بدون رصيد، دي مشاركه جديده بالنسبه له. اذا الاربع فرق في هذا التصنيف هيتوزعوا على المجموعات الاربعه. في ملحوظه نظرك. في ملحوظه ان شباب بلوزداد هيلعب النهارده في ملعبه مع يو رينجرز بطل سيراليون، فاز في الذهاب بسيراليون 3-1. يعني الفريق الجزائري فاز بره الارض 3-1، فاصبح مرشح بنسبه كبيره لدخول دوري المجموعات. حال عدم ترشحه هيصعد مازيمبي للتصنيف الثاني بقى. يعني لو شباب بلوزداد خرج رغم فوزه خارج الارض 3-1، يبقى مازيمبي هيتحرك للتصنيف الثاني، ويبقى النجم الساحلي يتحرك للتصنيف الثالث، ويدخل بو رينجرز للتصنيف الرابع. ده وفقا لنفس المعايير اللي الناس اتكلمت عليها. طبعا الاهلي اتاهل على حساب سان جورج الاثيوبي، والاهلي تقريبا صاحب اعلى فوز، يعني 7-0 في هذا الدور. الاهلي هو صاحب الحصاد الاعلى بين الفرق اللي اتاهلت، لان الوداد المغربي وصيف الاهلي في البطوله الاخيره تخطى هافيا كوناكري الغيني بالفوز 3-0 وخساره بهدف. الترجي اللي اعلن النهارده على مدربه اللي كلنا عارفينه معين الشعباني، اعلن النهارده تركه للعمل مع الترجي، واداره الترجي بتبحث عن مدرب جديد بعد اعتذار الشعباني. الترجي اجتاز دوان بطل بوركينا فاسو، فاز عليه بره الارض 1-0، وتعادل في تونس بدون اهداف. هي ديت الاريحيه بقى والاطمئنان. يعني واضح ان الترجي كسب بره 1-0، راح جاي متعادل في ملعبه 0-0. صن داونز الجنوب افريقي تخطى
بمامارو البوروندي فاز عليه بره الارض 4-0، لكن في جنوب افريقيا فاز 2-0 فقط، فيعتبر 6-0. حتى الان الاهلي صاحب الحصاد الاعلى 7-0. شباب بلوزداد قلت لكم موقفه، سيمبا التنزاني تخطى باور دينامو، سيمبا اللي الاهلي هيقابله يوم 20 ان شاء الله في الدوري الافريقي البطوله الجديده يوم 20 اكتوبر في دار السلام. في دوري الابطال تخطى باور دينامو الزامبي، اتعادل 2-2 في لوزاكا، 1-1 في دار السلام. يعني فشل في تحقيق الفوز ذهابا وايابا، اتعادل بره وتعادل جوه. بس نتيجه تعادله 2-2 بره رجحت كفته. ايوه. بيراميدز تأهل بالفوز على الجيش الرواندي 6-1 بمجموع المباراتين بعد التعادل بره بدون أهداف، وفاز هنا 6. بترو أتلتيكو تأهل على حساب أونياو دوسونجو الموزمبيقي بالفوز ذهابا 2-1 خارج ملعبه، وإيابا 3-1. مازيمبي الكونغولي تأهل على حساب نيازا بيبلوتس بطل ملاوي بالفوز مرتين 1-0 و4-0. الهلال السوداني تأهل على حساب أول أغسطس الأنجولي بالتعادل بدون أهداف في لواندا والفوز 2-1 في المغرب، ويانج أفريكانز مرتين فاز 2-0 و1-0، وبالطبع لعب المريخ خرج المريخ السوداني. أسك الإفواري تخطى أهلي بنغازي. المريخ خرج؟ آه. هو يانج أفريكانز كان بيلعب المريخ؟ آه. شباب بلوزداد النتيجة حتى الآن انتهت 3-1 وتأهل رسميا شباب بلوزداد. طيب الأسك الإفواري تخطى أهلي بنغازي الليبي، فاز 2-1 بعد التعادل بدون أهداف في ليبيا. النجم الساحل التونسي تخطى الجيش الملكي المغربي، واحد من الفرق القوية، بطل الدوري المغربي الموسم اللي فات. دي نتيجة مهمة، لسه كنت هقول لك. كانت أقوى مباراة بين الجارين الحقيقة. النجم الساحلي فاز في سوسة 1-0 وفاز 2-1 كمان. شوف أنا اندهش جدا جدا من مفارقة أن النجم الساحلي تصنيف رابع، لكن اكتشفت أن هو عنده 20 بونت زيه زي بتوع التصنيف الثالث. النجم الساحلي يظل واحد من الفرق التقيلة اللي تشال همها، والنتيجة طبعاً مع الجيش الملكي بتقول كده. يعني بطل المغرب يعمل، انت بتعمل معاه كده، ما مفاجاه تعتبر. أيه. يعني مش طيب. ده بالنسبه لدوري الابطال يوم الجمعه ان شاء الله تعالى الساعه 2 الظهر من جوهانسبرج، نتابع هذه القرعه ونشوفها ترسي على ايه. لكن هتتعمل كمان قرعه الكونفدراليه اللي تاهل ليها الزمالك و مودرن فيوتشر من مصر. التصنيف الاول في الكونفدراليه فيه الزمالك ونهضه بركان المغربي واتحاد العاصمه الجزائري وريفرز يونايتد النيجيري. الحقيقه البطوله يعني لو قلت ضعيفه هكون بظلم الضعف نفسه، لانه البطوله ديت كانت بتبقى قويه جدا لما كانوا بياخدوا الناس اللي بتخرج من دور ال 16 في دوري الابطال ينتقلوا الى الكونفدراليه، فكانت بتقوى قوي في دور المجموعات. الحقيقة لما منعوا الكلام ده وخلوها قاصرة بنفسها، فبقت هقول لكم أسماء فقط التصنيف الأول اللي انتوا سمعتوه هو الأسماء اللي انت ممكن تسمع عنها في تاريخ الكرة الأفريقية، إذا كان الزمالك أو نهضة بركان أو اتحاد العاصمة أو ريفرز يونايتد النيجيري، دول اللي هيكونوا على رؤوس المجموعات. التصنيف الثاني دياب النوار الكونغولي، الأفريقي التونسي اللي هو متراجع بقاله سنين طويلة قوي، ومعاه مودرن فيوتشر المصري وسجرادة الأنجولي. في التصنيف الثالث اكاديميكا الانجولي، دريمز الغاني، سوار الغيني، وابو سليم الليبي. والتصنيف الرابع سوبر سبورت الجنوب افريقي، الملعب المالي والهلال الليبي وسيخو خون الجنوب افريقي. البطوله زي ما قلت لكم لما اول مره اسمع منها سيخو خون ده، هي جت على سيخو خون؟ لا يعني ده بطل الكاس. ما هم دول ابطال الكاس. طيب شوف، فرق مبهمة، ما نقدرش نقول قوية ضعيفة، هنشوف المستويات عاملة ازاي. لكن ان الزمالك تصنيف اول وفيوتشر تصنيف تاني، ده برضو حاجة كويسة. ايوه زي بالظبط الاهلي وبيراميدز. كل التوفيق لفرقنا المصرية ان شاء الله في البطولتين. مستر مارسيل كولر التحدي الكبير عنده
انه داخل في كام بطوله، يخلص من الدوري يدخل في الكاس، يطلع منهم على دوري ابطال افريقيا، يخلص سان جورجي، يبص على سيمبا التنزاني، شايف الدنيا ماشيه ازاي وهو عنده هذا العدد من اللعيبه بهذه الارتباطات. نشوف راي مستر كولر. احنا السنه اللي فاتت شفنا ان احنا في اخر الموسم كان عندنا ماتشات كتير جدا، بقى في اخر الموسم كان في حاله ارهاق سواء بدني شويه، لكن الاكثر كان ارهاق ذهني في اخر الموسم، فالارهاق ده بيحتاج منك لازم التدوير. فانا بهتم جدا بعمليه مشاركه جميع اللاعبين، ما عنديش لعيب اساسي ولاعيب احتياطي. احنا شفنا النهارده ان انا بشارك اغلب اللعيبه بتتشارك، ما فيش حد بيبقى قاعد، لان احنا داخلين كمان على ضغط ماتشات كبير جدا، لازم ان انا من حين لاخر في اصابات، في لعيبه بتتعب، لازم ادي كل اللعيبه، لازم يبقى عندي كمان الثقه في كل اللعيبه، ودي فعلا عندي، وهم قد الثقه دي. النهارده ادوا بشكل ممتاز جدا كل اللي شارك النهارده، وعملوا كمان نتيجه كبيره، فده اسعدني كتير. لكن احنا فكره التدوير فكره مهمه جدا عشان نقدر نكمل موسم صعب وطويل زي الموسم بتاعنا ده. 4 اكتوبر انبي في بطوله الكاس، 8 اكتوبر الاسماعيلي في بطوله الدوري العام، في بعد كده توقف دولي، بعض اللاعبين هيروحوا المنتخب الوطني، يوم 20 سيمبا في تنزانيا في بطوله الدوري الافريقي. يعني كان الله في العون، كل ده بيفكر فيه ازاي وبحضر له ازاي. Ja, ich sag jetzt mal gelinde gesagt, nicht gut gelegt ist, dass man eigentlich nicht berücksichtigt hat, dass wir auch Nationalspieler haben, die auf der einen Seite Tunesien, Südafrika, Mali, die überall spielen und die Zeit dann zu kurz ist. Ja. Wir wissen noch nicht, ob die dann auch mit dabei sein können, ob sie dann fit genug sind, weil du ja auch in Afrika lange Flugreisen hast. Ja. Und das ist in dem Sinne eigentlich nicht gut geplant, aber ja, wir müssen es leider so annehmen. واحنا اول اهم حاجه بالنسبه لي دلوقتي ان احنا عندنا ماتش يوم 4 اكتوبر اللي هو قبل نهائي الكاس، واحنا عندنا طموح ان احنا لازم نوصل الكاس، فتركيزي كله حاليا على ماتش قبل نهائي الكاس اللي هو الماتش الجاي، فالتمرين والفتره الجايه الاستعداد كله والتركيز كله على ماتش نهائي قبل نهائي الكاس مع انبي عشان خاطر نقدر نعبر ونوصل للنهائي. بعد كده طبعا عندنا ماتش دوري واللعيبه الدوليه هتروح المنتخبات، اللعيبه اللي مش هتروح المنتخب حد لها راحه كام يوم، اللعيبه طبعا الدوليه هتبدا انها تشارك في مع المنتخبات بلادها. للاسف طبعا ده ضغط كبير جدا، انا يعني هستخدم قدر الامكان الفاظي هنتقيها في الحته دي، ان تم وضع ماتشات دوري السوبر في مواعيد غير ملائمه على الاطلاق، لم يتم مراعاه ان النادي الاهلي عنده لعيبه كتير جدا دوليه مش بس في منتخب مصر، لكن عندنا في مالي وعندنا في جنوب افريقيا وعندنا في تونس، هيلعبوا في كل حته في الكوكب، وعدد ساعات السفر طويله جدا جدا. افريقيا مش زي اوروبا، بيبقى هنا في افريقيا ساعات السفر اطول بكتير، فاللي حط المواعيد دي ما عملش اي مراعاه للظروف دي كلها. لكن احنا مش عارفين حتى اللعيبه دي هتقدر تلحق الماتش ولا لا، هتقدر انها تبقى جاهزه بدنيا ولا لا الماتش بتاع سيمبا، لكن هنحاول نتعامل مع المعطيات اللي قدامنا ونحاول نطلع منها احسن حاجه. احنا السنه اللي فاتت شفنا طيب. اتفضل مستر كولر بيتكلم على انه اللي احنا مرينا به السنه اللي فاتت بنحاول نتفاداه. هو ده امله بس كمان تحديات السنه دي اكبر بكتير من تحديات السنه اللي فاتت. حقيقه يعني الرهان باستمرار على ان الاهلي يلعب من غير لعيبته الدوليين او يجوا له مرهقين او بتاع، ده وضع ما فيهوش منطق يعني. الحقيقه الراجل يا جماعه عنده صعوبه حقيقيه، هو بس مستني لما يشوف فيتوريا هياخد كام واحد من الاهلي، هل هياخد 4 ولا 5 ولا 6 اكتر ولا اقل، لان دول هيكونوا موجودين من يوم 12 ليوم 17 مع المنتخب في العين الاماراتيه. هو هيسافر من هنا على تنزانيا يوم 18. علي معلول هيبقى موجود مع تونس في اليابان. ده ماتش خطر جدا يا ابراهيم. بيرسي تاو هيكون موجود مع منتخب جنوب افريقيا في الكوت ديفوار. واليو ديانج هيكون موجود مع مالي في السعوديه. فبصوا الشتات، يعني دول الاربع محترفين، ممكن الضاوي كريستو يكون كمان موجود، ضيف عليهم 4 على الاقل مع منتخب مصر، فبنتكلم 7 أو 8 لعيبه القوام الاساسي له لغايه قبل المباراه، مباراه سيمبا يوم 20 ب 48 ساعه هم مش معاه. اقصاهم هيجي له يوم 18، يعني علي معلول ده لما يركب من اليابان يوم 18، ماتش يوم 17، مركب يوم 18 هيجي يوصل تنزانيا الهاف تايم الثاني يوصل بين الشوطين. عشان كده الاهلي بيبعت للشركه الايطاليه
منتظر انه وقت ما يجي له الاستعلاء طلب الضم من المنتخبات الوطنيه، اول ما هيجي له هيبدا يخاطب الشركه الايطاليه، شوفوا لي حل، انتوا اللي حطيتوا الجدول وانتوا اللي حاطين الاجنده الدوليه واللي شبكنا يخلصنا. الاهلي بالاضافه للتاهل وتحقيق النتائج العاليه واحرازه اكثر الاهداف في دوري الابطال، كمان بيلعب كوره حلوه بتمتع جمهوره. نشوف راي الشيخ طه اسماعيل. النادي الاهلي لعب كوره النهارده كوره زي ما بقول متطوره ديناميكيه دون التقيد بالمراكز. من سماتها الطبيعيه هو الاستحواذ. والاستحواذ ده ما يجيش الا من انتشار جيد. انتشار جيد بيسمح لي ان معايا كوره اقدر اعمل تمريره عرضيه، اقدر اعمل تمريره اماميه، تمريره خلفيه، قطريه، طول ما اللعيبه بتتحرك لي. اتنقلت الكوره ليك كل ده بيتغير تاني بسرعه في الانتشار. فتبص وده انت ما تحسش بيه، فده بيتم بالسيميلار الفريق اللي بيبقى عنده الانتشار من ناحيه دي واحده. الانتشار بيخليه عنده الاستحواذ دوت. نمره اتنين الشراسه في الناحيه الهجوميه. ولذلك نشوف النهارده نوع في الاجوال. اول جولين عشان لما تتعذر عليك الكرات الثابته لها دور كبير قوي. جت الكره الثابته الاول لقفشه سجل منها. وبعد كده الكره الثانيه الثابته اللي هي بينالتي كهربا سجل منها. فدي بيبين لك قد ايه السيطره وانك انت عندك صبر في الهجمه بتصبر عليها بالنقله كذا نقله لحد ما تتلعب بشكل كويس يسجل منها. بعد كده لما نيجي في الشوط الثاني هتلاقي الجول الرابع، يا ريت يجيب الجول الرابع في النقلتين اتعملوا بين محمد هاني وانتو محمد هاني او اوفر لاب مع محمد هاني، وبعدين محمد هاني عمل العرضيه اللي سجل منها كهربا الهدف الرابع. فدي برضو من ضمن الحاجات اللي النادي الاهلي غير شكل التسجيل، سواء التسجيل من الكرات الثابته او الكرات المتحركه اللي شفناها بتاعت قفشه او الكره المتحركه زي دي من الجمله اللي اتعملت في الناحيه اليمين بشكل كويس. فده بيدي لك ان النادي الاهلي عنده الاوبشنز كلها بتاع التسجيل متوفره. فانا شايف ان النادي الاهلي يعني طور في ادائه النهارده، حتى البدلاء اصبح بيادوا زيهم زي الاساسيين بالظبط، كله بيادي بشكل رائع جدا، وهي ديناميكيه الاداء. ديناميكيه الاداء السهل الممتنع، عمليات وفرة اللعيبة أتاحت يعني للجهاز الفني القدرة على أنه يستفيد من كل العناصر، وفيما يعني عادي يقول التدوير يعني والاستفادة من كل العناصر بشكل جيد، وأثنى طبعا على تنوع طريقة إحراز الأهداف اللي بتقول لك أن تكتيكية الأهلي بيلعب بشكل فيه وعي، يعني كل جون مختلف، اتنين من كرات ثابته واتنين من كرات متحركه بوعي تكتيكي ونتيجه اداء جميل وتكتيكي. الوفره دي هي بالظبط اللي تحدث عليها مستر كولر وهو بيتحدث عن الصعوبات اللي عنده، لكن في كل الاحوال كل شيء له حدود. ما افضلش اقول لاهلي ما انت عندك فرقتين، ايوه عندي فرقتين بس لازم بمرنهم يبقوا معايا اشوفهم اجهزهم باستمرار. طيب ده راي الشيخ المحللين الدكتور طه اسماعيل. راي الكابتن عادل مصطفى، عادل مصطفى يا جماعه واحد من العناصر الفاهمه قوي الواعيه قوي الواعده جدا، وبنهنيه اختياره مدرب مع الكابتن احمد الكاس المدير الفني لمنتخب 2008، ومع عادل مصطفى مدرب عام، والكابتن وائل رياض شيتوس مدير فني لفريق 2005 بنبارك له ونتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. مين معايا وائل؟ مش معايا. علاء عبده المدرب اللي في النادي الاهلي في نفس الفئه العمريه لكنه لسه ما حسمش الموقف. واحنا كل ما يطلع لنا مدرب كويس. ده السنه اللي فاتت سامر عبد الرحمن. ايوه. وراح متاخد برضه. والسراج قبل منه. وعلاء عبده ده كل مثل يقولوا لي ده مدرب هايل. ايوه. طب ما احنا ماشي يا سيدي في كمان في وسط الموسم عشان لك مشكلة. والله عشان خاطر مصر كل شيء تعمل لك مشكله. طيب هنشوف راي الكابتن عادل مصطفى. انما انا عاجبني ثنائيه الكابتن الكاس وعادل مصطفى. نشوف راي الكابتن عادل مصطفى. اللي خلى شكل الجيم حلو ان اللعيبه لعبت السهل الممتنع، لعبت ابسط حاجه في الكوره
ده باين صح. في كل حاجة اللعيبة محترمة بعض قوي، الباس بيطلع بدقة شديدة جدا، توقيت الباس في الانتشار. لو جينا شفنا الأهداف النهاردة وأهداف المباراة اللي فاتت وأهداف مباراة المصري، التوقيت بتاع اللعبة اللي قبل الجول مهم جدا. يعني النهاردة مثلا أفشل الكرة بتاع الكهرباء اللي لسه كنا بحللها حضرتك ودكتور طه، الكرة اتقطعت باس، القطعة باس، ده ميزة الأهلي في الكام ماتش اللي فاتوا، القطعة بباس. الجول الأول لحسين الشحات في المباراة الأولانية إمام عاشور قطعة بباس، الجول الثاني قطعة بباس، فكلها حاجات مفاجأة. ما عنديش أنا واحدة وأروح سند واحدة تانية. السندة الزيادة أو الثانية أو الكسر من الثانية الزيادة دايما بيقفل زوايا التمرير للعيبة. اللي باين إن الجيم سهل، يعني ناس بتتكلم يقول لك اصل الفرقه ضعيفه، ممكن تبقى فرقه ضعيفه بس انت مش مركز وبتلمس الكوره مره واثنين وثلاثه هتقفل زاويه الباص على نفسك. بس يحسب لكولر الحقيقه، يعني عادل يحسب له انه شرح للعيبه الاهلي احترام الخصم بشكل كبير، عشان كده كسب اربعه طبعا، وشرح مهما كانت الفرق سهله وشرح، وهو كمان ذاكر صح. هو في بدايه الجيم فتح الجيم عايز يعمل في مساحات، ولما مسك الجيم كويس بدا يعمل في الرجل واشتغل كويس. الميزه اللي باينه في اللعيبه ان كل واحد مركز قوي قوي لان في حد وراه، ودي حاجه من الحاجات اللي باينه. كل واحد بيعمل الباص السليم، انا مش عايز اغلط، انا هعمل الباص ده كده، كله بيعمل الباص بالمزوره، كل كره بميزان. فدي حاجه من الحاجات المهمه اللي النادي الاهلي يقدر يبني عليها، واللي كولر شاطر جدا او ناجح جدا فيها النهارده. كله بيلعب وكله بيأدي بيبني على اللي جاي. اللي جاي بقى لسه هيدخل له لعيبه ثانيه كويسه هتزود له، هو فيه في سيستم هتزود له الحلول اللي جوه السيستم، لكن هو خلاص وضع السيستم باش بهاجم ب 2 3 5 3 2 5 في ناس موجوده. مين بقى الناس؟ مش فارقه معاه. شوف جمله مهمه جدا، القطعه بباص. القطعه بباص دي كان النموذج اللي تشرح عليه القطعه بباص يعني ايه. الله يرحمه صفوت عبد الحليم، لان كان دار حوارات وانا كنت جزء منها مع ناس خبراء تقال، يعني ان هو صفت بطيء ولا سريع. خرجنا من التحليل انه سريع جدا، مش سريع العدو، ولكن كورته سريعه جدا. ان الاطعب باص يعني الكوره في رجله تعد كام عده عشان تخرج من رجله لحد بشكل سليم، واحد اتنين بكتير، واحد اتنين. في لعيبه تانيه تبهرك ليه؟ لأن واحد اتنين تلاتة أربعة سبعة شايفه بيمارس مجموعة من المهارات، لكن لحد الوقت الكرة ما طلعتش بشكل مؤثر على حساب سرعة الأداء نفسه. فسرعة الأداء شيء وسرعة العدو شيء. عادل الكابتن عادل مصطفى شرحها بطريقة جميلة جدا. الأطعب باص، أطعب باص يعني المباغتة، وأنت في مرحلة التهيؤ للهجمة تلاقي نفسك مش لاقي ترتد وتتمركز دفاعيا كويس. دي ميزه في الاهلي، يا رب ان تستمر يا رب. نتمنى. طيب الاشاده من الدكتور طه ده امر طبيعي، والفرحه بالاهلي من الكابتن عادل مصطفى برضه امر طبيعي لان كلهم ولاد الاهلي. الراي من زملكاوي كابتن محمد صلاح في اداء الاهلي وكولر، يا ترى ايه؟ شفت المباراه ازاي يا محمد؟ اولا انا بحييه لان هو اتعامل مع المباريتين باللي هو عايزه. يعني عنده ناس مرهقه جدا رايحه النهارده خالص صرف النظر، هو عارف النتيجه ولا مش عارفها. الحاجه الثانيه بيشوف ناس اللي جاي طويل، يعني البطولات جايه كتير وفي ممكن يكون في اصابات في انذارات، فبيعمل تشكيله فيها ناس هيحتاجها بعد كده. الفرصه النهارده اللي اداها لبعض اللعيبه ده اختبار جيد للاستثمار. ان انا عايز ابقى ليا وجود في الفرقه دي ولا العب بقى، تعرف المصريين اتكلم ما بلعبش ليه اهو. فانت خدت فرصه اعتقد فوق ال 80 حتى الغير فوق واحد في الدقيقه 80، في ناس كملت لغايه الاخر، لكن تقدر تطلع النهارده بحاجات كتير. التجانس اللي موجود هو ما عمرك ما تحس ان في تغييرات كتيره قوي. ديك قاعده بره اساسي لاسين، لكن عندك النهارده مثلا الكهرباء عايزين الناس عايزه تخليه يجيب اجوان. صح، اللعيبه كانت واقفه معاه شويه كام ماتش اللي فاتوا، وعايز يرجع ويسجل اهداف، وده موضوع مهم جدا خصوصا المنافسه هتبقى قويه بالنسبه له الفتره اللي جايه اما موديست هيخش. تمام، عندك النهارده قفشه ما شاء الله، يعني بدا
يعيد افشل اللي فات، سهوله في الاداء، اللعب على قدام، عامل حافظ على الثلاثه بتوع خط الدفاع والشناوي، لان دول ركيزه، وكان في ايده لاعب معلول بس مرهق يعني خلاص ده استوى بالظبط، فعايز اشوف له بديل. فالديبيسي اعتقد لعب قبل كده ماتش في الدوري والنهارده حاجه تبشر بالخير. النهارده الراجل قال لنا كلنا كمتفرجين ان انا تفكيري نمره واحد ان انا اكسب بالظبط باي حد. التحليل في كل الخطوط كابتن محمد صلاح، وكفى ان مستر كولر يعني معاه سكواد كويس وانه بيستخدمه بطريقه جيده جدا. حتى بيقول لك لما جه علي معلول عايز يريحه لانه استوى يعني من كتر اللعب يعني ارهق، جاب الدبيس، وشفنا في الدبيس هو نفسه مستر كولر اشاد ببدايته ايوه انه ممكن يجي منه لعيب كويس، ودبيس لازم يفهم كده ان ممكن يجي مني مش انا لعيب جامد النهارده، عشان يقدر يحط نقط تحدي تؤدي الى تطوره هو لانه بينافس علي معلول وهيبقى في مقارنات كبيره فانا عاجبني حتى لما جه اتكلم اشار الى ان كابتن علي معلول واقف في ظهره وبيمد له ايده وبينصحه، وده حاجه جميله جدا يعني. الاتفاق على يعني ان في تطور في اداء الاهلي يكاد يعني ما شفتش حد ما اتفقش على دي. لكن رمضان السيد قال له هتجيب ولا هتجيب ولا لا، الوقت بيدهمنا. بسالك اخيرا، فكره ان انت دلوقتي عندك فرقتين كاملين الدور المهم جدا للراجل كارلوس المدرب لا اللي واخد ملف البدلاء والناس اللي ما بيلعبوش، ده قلناه من اول يوم الراجل ده جاي يعمل ايه وتوضحت انه جاي يشتغل بشكل فردي على الاستكمالات اللي لازم تكون عند اللعيبه وتجهيز الناقهين والبدلاء بحيث ينزلوا الملعب. الكلام برضه مش عايزين نستعجل، احنا كل اللي شفناه ثلاث ماتشات ولا اربعه يعني اربعه، فمش عايزين، انما الدلائل بتقول ايه؟ ان الراجل ده عامل شغل، مؤشرات ايجابيه، عامل شغل. والعجبني بقى انا اكتر حاجه حاله الانسجام اللي عايشها الفريق. لعيبه مع بعض كويسه قوي مع بعض، وفي يعني حاجات بره الملعب بتطلب مثلا سرعه استجابه اللعيبه دلوقتي لبعض الامور التسويقيه، وبعض يعني في حقوق للرعاه وفي بتاع في بحث، الدنيا ماشيه، الدنيا ماشيه بوعي وسلاسه لحد دلوقتي، تجديد مبكر لبعض العقود للاستقرار. لا ده هو نسبه التجديد تقريبا يعني ماشيه، كل التكليفات تمت وفضل واحد او اثنين العمليه، بحيث ما تبقاش عندك عقود بتنتهي، لا 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 مأمن نفسك لفتره طويله باذن الله باذن الله. دي نقطه مهمه جدا. الاهلي بكره ان شاء الله تعالى هيتدرب التمرينه الاخيره ويدخل معسكر استعدادا لمباراه انبي، مباراه انبي مباراه في الكاس مهمه جدا جدا جدا، لان احنا مباراه يعني بطولات المباراه الواحده دي ارجع اقول لك كل فريق بيعمل لها التكتيك اللي يناسبه هو، فقطعا انبي عايش درجه من التركيز هذا، وخصوصا ما عندوش حاجات تشتته، بطولات مختلفه ومستويات مختلفه وتحديات مختلفه، هو مركز بيدرسك وبيلعب عليك دلوقتي، وده اللي يجب التنبه ليه والحذر منه. دمتم للاهلي دائما، ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في العاشرة مساء الخميس القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير.